يعطيك العافية. أهلين، شلونك؟ الحمد لله. عمو احكي لي، شو الوضع بالرستان؟ شو في معاناة بالرستان؟ شلون عايشين انتو هون؟ عايشين قصف ودمار، ما في عندنا لا خلو لا مدارس ولا شيء، لا عندنا لا مي ولا كهرباء ولا غاز، ما عندنا شيء نهائيا. يعني يحكي يعني الوضع سيء كتير بالرستان عمو. نعم. طيب عمو احنا هلا مثل ما انا شايف، انا هلا الجو مغيم، يعني جايين على الشتوية، انتو شو مجهزين للشتوية؟ ما مجهزين شيء، لا حطب ولا شيء، كل الاسعار كلها غالية. طيب عمو انت بظهر هالحصار كبير صاير على الرستان والوضع سيء والمواد قليلة، في قلة كتير، يعني انتو طيب شو متطلباتكم لهذا الشيء؟ شو بتحبوا تطلبوا؟ بدنا بس نرحل بالشهر وما بدنا ناكل لا شيء. ان شاء الله يا عمان قريب، يعطيك العافية.